متصل. نعم مرتضى تفضل يا مرتضى. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا بالدوام، نعم ونايم يعني تقريبا بين 10 نفرات بكرفان واحد، ومن الويانا صار عنده سرقة مال الفلوس. شلون حبيبي؟ من الجنب سرقة مال الفلوس آه. من المحفظة مالته، بني يعني بنفس الكرفان احنا البيت، فطلب مننا ان كلها يعني تحلف بكلام الله، يعني بني من مو انا يعني لا شايف ولا يعني ماخذ. بني اي فانا بهاي الاثناء في شنت على جنابه، بني يعني قلت اذا ما احلف ان يشكون بي ان يقول هذا يعني كذاب اللي عنده ما يريد يحلف، بني فاضطريت يعني وحلفت فيها اشكال. واضح يا أخ مرتضى، بارك الله فيك يا عزيزي. مرتضى يقول في الدوام 10 نفرات قاعدين في كرفان في غرفة، وانسرق أحد الإخوة من الشباب، انسرق من فلوسه من الحقيبة وحلفونه تعالوا حلفوا أنه أنتم ما سارقين. يقول أنا مجنب واستحيت أقول لهم أنا مجنب، وحلفت إذا ما أحلف يقول ها أنت السارق، فحلفت وأنا مجنب، علي شيء؟ الجواب لا، ليس عليك شيء، ما عليك شيء. على حال مجنب يقول وحق هذا القرآن أنا ما سارق، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. يعني ليس من شروط اليمين الإنسان يكون على طهارة، واضح؟ زين.